ولكن انا بقول من غير كمال المفاهيم ان شاء الله بطمئن الشارع المصري والشارع الجنوبي بصفه خاصه ان احنا الحمد لله عاملين لسادتنا لاستقبال شهر الشتاء او موسم الشتاء. في بالنسبه لانابيب الغاز الحمد لله احنا بالتنسيق مع الوزاره وتنسيق مع معالي الزار الدكتور محافظ عاملين حسابنا واحتياطاتنا من الغاز في 200,000 اسطوانه جايلنا زياده في الحصه المره دي عن الشهر اللي فات، وهتزداد الشهر القادم برضه باذن الله تحسبا لان السلاج بيزيد شويه في انبوبه الغاز في فصل الشتاء. فانا بطمئن الشارع المنوفي وخاصه الشعب المنوفيه من نمه الغاز ما عندناش مشكله في الغاز. فاحنا الحمد لله عندنا احتياطي امن، المخابز فيها رصيد دي 3 ايام، وده ان شاء الله دي تعليمات مع وزير التموين ان احنا ما نبقاش في المخبز اقل من 3 ايام على اساس تحسبا لحدوث اي عذر قهري سواء اذا كان سيول او اذا كان انقطاع تيار او شبه ذلك، فلا بد يبقى رغيف الخبز يبقى متواجد في المخبز عشان لا يتاثر المواطن. دي اللي بيعتبرها المواطن دي السلعه الاساسيه له، فديت متوفره عندنا في مخازننا. الحمد لله النهارده احنا 15 في الشهر معديين ل 60% صافي قرارات تمويليه للبقالين والمواطنين كذلك، فما عندناش نقص في اي حاجه. ما عندناش مشكله في اي حاجه، كذلك الحملات احنا في تكثيف رقابه يوميا على جميع مراكز المحافظه، اكثر من 4 حملات يوميا طالعين من الديوان المديريه، بالاضافه الى مراكز المحافظه 9 مراكز، كل مركز هناك تطلع حمله يوميا من عنده بادارته، انا موفر لكل مركز سياره. بحيث يبقى احنا اليمه والقطاع البحث من عندي بيمه برضو، بالاضافه الى الادارات الفرعيه بالمكاتب التموينيه بنقدر نسيطر على الاسعار ومراقبه السلع حتى المواطن يحصل على السلعه باقل سعر وباجود صلاحيه. بيننا وبين مديريه الطب مديريه الصحه ومديريه الطب البيطري عشان اللحوم بالذات، يعني لابد ان يكون معايا من فريق عمل متكامل بين التموين والطب البيطري والصحه، لان دي طبعا ده عمل فني بيرجع بالنسبه للحوم بالذات والاسماك والدواجن، لان في قصه استهلاك الايام دي، فاحنا بنحاذر دايما من اللحوم والكلام ده عشان برضه صحه المواطن. فبيبقى معانا دايما طبيب بطري او مفتش اغذيه مراقب اغذيه مع الحمله التموينيه على اساس يبقى الحمله مكتمله وكل واحد يبقى عارف شغله عشان المحضر اللي احنا بنظلم، وبالتالي ندي المواطن حقه والتاجر برضه ياخد حقه منه.